أقيم في كنيسة الكريش ببيت لحم قداس احتفالي حاشد بمناسبة عيد القديس مار منصور شفيع المحتاجين، الذي كرس حياته في عمل الخير ومساعدة المهمشين والمحرومين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ترأس الأب خليل مارون رئيس دير الموارنة في القدس القداس الاحتفالي في كنيسة العائلة المقدسة في بيت لحم بمناسبة عيد القديس منصور شفيع رهبات المحبة، وبمعاونة الأباء الأجلاء الأب يعقوب عيد والأب أنطون نكد الرئيس العام لرهبات المحبة والأب باراك وعدد من الكهنة والرهبان. امتلأت كنيسة العائلة المقدسة بالراهبات من مختلف الأديرة والوجهاء وجمعا من المؤمنين والجوقة التي أحيت القداس. وأشاد الأب مارون بحياة القديس منصور أبي الفقراء والذي عرف بالتضحيات التي قام بها وأعماله الخيرية تجاه الآخرين، والذي أسس مؤسسة الكريش التي تعنى بالأطفال اليتامى الذين حرموا من كنف الأمومة والأبوة والعناية بهم من خلال راهبات المحبة راهبات الكريش، والعطاء بلا حدود. نشكر الله أنه نحن أسسنا مار منصور لأن بنات المحبة، بنات المحبة هي يلي بتنطلق، يلي بتروح تساعد الفقراء، يلي بتهتم بالأطفال مهمشين متروكين بالحياة مثل ما قال الأبونا. وجودنا رسالتنا كبيرة بهال ومسؤوليتنا كبيرة بهالموضوع نحن الموجودين، لأن نحن لازم نعطيهم الأمان العاطف الاستقرار. ومر منصور لو من مر منصور ما كانش موجود كانش في لا رسالة ولا كان في رهبة المحبة يلي متواجدين من سنة 1884 بهالأرض الصغيرة بهالأرض القداسي. ونحن أنا فخر بفتخر كسير لودي من رهبة المحبة موجودين هوني مع هالأطفال يلي القسيت عليهم الدنيا، نحن هالحضن يلي بتعطوا ويعطف عليهم. ونحن دايما بنشكر النورسات يلي دايما هي بهالمهمة وبهال بتنقل الكلمة والصوت والصورة، وقال يعطيكم العافية. ونحن بنتشكركم من كل قلبنا باسم الأطفال يلي موجودين هون. وبعد القداس استضافت راهبات المحبة والكهنة الجمعة في قاعة الكنيسة بجو ساده الفرح والسلام والحب. بحب أعيد الجميع بعيد مار منصور. مار منصور هو شفيع الفقراء واهتم كتير بالناس المحتاجين، ومن عيدكم واحتفلنا بقداس احتفالي كبير في بيت لحم. كل سنة وانتم سالمين. نحن اليوم مضبوط سعداء بالاحتفال بذكرى مار منصور اللي هو بتراثنا المسيحي، يعتبر قديس الفقراء، القديس اللي كثير مهم كل الناس تتذكره وتحكي باسمه لأنه ترك بصمة كثير مهمة في العمل الاجتماعي، في العمل الإنساني، في العمل الخيري. والمؤسسات اللي بتتبع لمار منصور ولرهبات المحبة في الوطن وفي بس مش في مش بس في الوطن، في كل العالم هي بتشهد على هذا الإرث، ونتمنى إنه تضل ذكراه حاضرة كل الوقت وتقدر يعني تضيف بسمة إنسانية في حياة الناس. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة العائلة المقدسة بيت لحم.